إذا على بركة الله الإخوة، غادي نركبو لي شوميز دابا، دور المنشور هكا، بسم الله، نبداو الآن. قلنا لا روتاسيون اللي هي هادي، لا روتاسيون هاد لا فلاش هادي اللي كتجي في الكوسيني، هادي، هاد لا روتاسيون تجي كونتر الفلتر، الفلتر ها هو هي تجي كونتر، إلا جات كونتر شوفو لا فلاش هادي تجي، تجي أون فاس الفولامونتي، لحقاش هو يتبع الجزيك. قبل ما تفوتش البلاصة نتاعها خاصها دقيقة تمشي ميريكا، هاكا هاهي هوليت هاكا الدو باراتاسيون كونتر الفلتر تاعي هاكا. شفنا هاد الكولا منقيسها حتى مع جنب، لا مع هداك الجنب ولا مع هاد الجنب. الله يحميك الوالدين خويا العربي. دابا كنت نحاول هاد الحشيش نمشي باش منقيسش هاد الكولا نقلحها. الكولا ضرورية لا روتاسيون كما كتلاحظوا قيديناهم ها هما، خصهم يجيو هاد الشرماط يجيو هاكا مقيدين، قيديناهم دابا غادي نحطو الكيراس في بلاصتو. إذا هاهي الكيراس الإخوة، هي اللي غادي تسبورتي لنا الحوايج بيها، هاكا نحطوها، هذا مزيان لا بيا لا والو، كما كتلاحظوا كلشي حنا نديرو حداك.
لا انظر لحقاش هذا لا زيرناه. شوفوا هاد السوباباج وساطا راهم هابطين خارجين، يعني خصني ندخل هادو بروميير كاتريام خصهم يكونوا هاكا مبلعين فيزوج كيما كنشوفوهم مبلعين، والوساطا ما عليهم والو لانما الوساطا راهم هابطين. غادي نزيد نحطو بحال هاكا هادو كي باش نزيرو الكولاج متيبسناش هاكا. نديرو بالون ديالنا نوصلو الكراسة عادي. إذن الإخوة زيرنا الكراسة كاملة كما كتلاحظوا، لاحظوا تبارك الله ما شاء الله صلاة النبي كراسة كي دايرة جديدة. لاحظوا لاحظوا هنا يا الاخوه اللوجو ما بين الكلاس والجروب ما كانش لوجو، لاحظوا ما كانش لوجو الاخوه نهائيا اللوجو ما كاينش. لاحظوا هذا هو الذي يخلي لي شوميز يبورطيو بيان. دابا نخدم باللاتي عليا، علاش؟ لانما حطيت لي شوميز في المكان ديالهم بورطيت زيرت شخصني ندير دركي خصني ندور الفيبروكا نحط غادي ندور شويه الموتور ندورو هكا شويه باش يعطيني الطول نركب لي بيال ديالي ونوريكم كيف غادي ندير نركبهم ويعطوني لوجو. صافي هذاك الشيء اللي راني باغيه، نولي في البلاص نقلع الكيلاس ونركب جوانت كيلاس ديالي عاد نبلوكي، لان واش خصني ندير؟ خصني ندور البيستون يطلع ويهبط يطلع ويهبط واحد جوج مرات، علاش؟ باش ما يقرقبش ولا البيستون ما يطلعش عوج، لحقاش هادو شوميزات دابا ما حدو خضر يخص يطلع ويهبط يطلع ويهبط يدير بلاصتو، ما حدو خضر هو يدير ما يبقاش البيستون الشوميزه كما نقولو مبورتي عوجه بحال هكا تبقى مبورتي بحال اللي عوجه ماشي كحاك، ولكن واحد ما كيبانش انديزيام ولا ما كيبانش، لكن لما يطلع البيستون ويهبط والبيستون ما فيهش الجو يريقله ما حدو خضر يريقله. صافي الاخوه، اذا الاخوان بعد ما ركبنا البيال ديالنا ركبنا لي شوميز شتونا الطريقة درنا لهم الكولا لي جوان شوميز ركبناهم زيرنا لي بيال عطاونا هاد لوجو دوريجين هاك وهاكا ممنوع يكون الفوق هاكا الفوق والتحت ممنوع يكون بصح هاكا مسموح هاكا ضروري خصو يكون باش ميتكولاش الموتور. لوجو تاع لي بيال هدا حاجة ضرورية خصها تكون ياك الإخوة. دابا غادي نخلي هاد الشيء هذا هنا هاد الكلاس نخلي هكا كيما راه حتى تيبس الكولاج جوج سوايع ولا عاد نختش فيه. دوك واش غادي ندير الاخوه؟ غادي نجيب البومبه تاع الزيت نركبها هنا في المكان تاعها هذا هو المكان تاعها، نركبوا البومبه تاع الزيت هنا يا الاخوه ونركبوا الكارتر ديالنا في هذا المكان باش نحطوا الموتور على الكارتر ديالو ياكو. قبل ما نركبوا البومبه والكارتر راك شايف هادو ركبوا هاد الكوفيرا بها بالسلسله ديال وهذه نقلعوها نقلبوها على حساب لاري دويل هاد لاباك تنقلع ونقلبوها على حساب لاري دويل نركبو لها السلسله الكوفيرا ديالها اللي تجي هنايا عاد نركبو البومبه تاع الزيت والكارتر باش نوقفو الموتور على الكارتر ديالو. ديك الساعه نركبو البومبه تاع الماء لابواط راكم تشوفو مازال ماشي مغسوله غادي نغسلها وعده قطع باقيين غادي يتغسلو. قلنا الاخوه هذه البياس لما يتغسل ويركب كامل في المكان ديالو لابواط لي سيبور موتور صوالح اج كازيد شي يبقى لي بقى لي غير الكيلاس تكون فهاد ديك جوج سوايع ديك الساعات كل لاكول تيرات ديك الساعه نقلع الكيلاس وندير جوانت كيلاس ديالي ونولي نزير، لانما انني دورت من هنايا دابا كما حنا كنقولوا لي بيستون داروا بلاصتهم الداخل هنايا في المكان تاعهم. لاحظوا بيستون في كيدخل هكا يدير بلاصتو هكا دابا
يدير بلاصتو في الشميزة. السلام ورحمة الله. نكملوا الفيديو إخوة على بركة الله. إذا النتيجة هي إخوتي أول محرك ما شاء الله استعلو مونديرات الهاية الفيديو أشياء في العادة الإخوة كاس كافي أما كما تفعلوا الموتور مستعلي بيان كاع الفونديرات هذا هدايا عندي عود الشيء تاع الفونديراتور باش نمشيو نديرو الريجيم ديالو يعني الفونديراتور ملي تكون الدور ديرو شوية من الضو ديالو الموتور المهم راه ما شاء الله والصلاة على النبي. بالنسبة لهنايا هاكو تلاحظوا الكحولية ما بقاتش هي ولات بيضية لأن ما خلطنا الزيت مع الماء تولي هاكا بحال قواحل تولي البيضية. دابا هذا تخرج الماء من هنايا الإخوة سي بور سا هادي الكحولية هي ولات تولي بيضية ومن بعد غادي تيبس ويتنقلع كاع حد الوسخ اللي راه هنايا هذا اللي كتشوفوه كامل غادي يتنقلع ويبقى يخرج من هنايا الماء. إنما كما وريناكم في البداية تاع الفيديو كانت تخرج الزيت دابا هاد الدخان اللي راكم تشوفوه نتاع الزيت القديمة يعني ها هما كيما تشوفوها ولات بيضة هنا شتو هاد البيوضية يعني نتاع الماء لا يخرج مع الشاطمة. دابا ها تخرج لنا الماء مع الشاطمة خليناها تروضات لهيها دارت كليتة تاع الماء وبلاتي غادي نوريوها لكم من هنا تقطر الماء.